شهر كانون الثاني من كل عام يحمل رسائل خاصة للنساء من أجل توعيتهم بسرطان عنق الرحم وضرورة الكشف المبكر عنه. سرطان عنق الرحم ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعاً والسبب الثالث للوفيات لدى النساء عالمياً. معظم الحالات يتم اكتشافها في مراحل متأخرة مما يؤدي لصعوبة العلاج. يقتل أكثر من 300 ألف امرأة كل عام ويتم تشخيص امرأة واحدة مصابة بالمرض كل دقيقة، رغم أنه من أكثر أشكال المرض التي يمكن الشفاء منه. حسب منظمة الصحة العالمية، فإن 13 ألف امرأة مصابة كل عام في الولايات المتحدة. 9 نساء من بين 10 يمتن بسبب سرطان عنق الرحم في البلدان الفقيرة، وستزداد هذه النسبة 50% تقريباً بحلول عام 2040. النساء في البلدان النامية يمتلكن إمكانيات محدودة للوصول إلى التدابير الوقائية، لذلك يتم تحديد سرطان عنق الرحم في مرحلة متأخرة، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات في هذه البلدان.